ترى شو هو الشيء اللي بيشيلني من حالة الحزن وبيخليني افرح وما حدا بيعرفه غيري؟ اني سافر على باريس. لا 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 لا، شو بكي ميادة؟ ما حلوة تسافري على باريس هلا وجوزك ميت، والله مو ظابطة بنوب بنوب، ما حلوة بيحكوا عليك العالم. المذيعة قالت بالبرنامج انه في حدا حابب يكمل حياته معي. ايوه، المرحوم كان معبيني كل وقتي، والولاد كل واحد مشغول بهمه. الله يرحمك يا ابو سامر، ربيتهم الك مو الي، خاصة اولاد مرتك الاولانية مقصوفين الرقبة، سمير وسمر، ما بيطيقوني. انت الوحيد الوحيد اللي كنت تحبني وتهتم فيني، بس بدك تسامحني لانه بدي ادور على واحد تاني. لا، مو قلة اصل، اعوذ بالله. المذيعة بالبرنامج الصباحي هي قالت لي انه انا لازم يعني اتجوز كرمال الشيخوخة المبكرة، مو كرمال شيء تاني، لانه لازم افرح يا ابو سامر، وانا على فراقك حزنت كثير وزعلت كثير وعيوني تورموا من كثر البكاء. انا زعلانه كثير كثير عليك يا ابو سامر، الله يرحمك، ويا رب يا رب الله يبعث لي عريس مثلك يا ابو سامر، الله يبعث لي عريس. ماما ولك انا كم مره قلت لكم ما بتفتحوا الباب قبل ما تقوموا؟ شو عاملة بحالك؟ مو عاملة شي، طبيعي، كله طبيعي. لا، بس الشي اللي عملتيه ما كتير بتناسق مع وضعك. ميادة، شو هالمكياج هاد اللي حاطتيه على وشك؟ اسمعوا لقلكن، انت وياه وياها وياها، مو انتو كنتوا عم تنقروني محاضرة قبل شوي انه الحي ابقى من الميت؟ بقى انا عم نفذ هي القصة انه الحي ابقى من الميت. ولي لازم نفهمه انه انت اقتنعتي بالحكي. نعم، انا اقتنعت، بس انا مش حسة انك اقتنعتي. وليش بقى؟ ما بعرف، بس انه هيك فجأة يعني بتتغيري؟ انه نحن ولاده مشينا على تربيته واسلوبه، بس انت رفيقة عمره وزوجته، هيك فجأة بتتغيري؟ ايه وبكم ساعة كمان. شوفي، في شي لحتى تغيرت. ايوه، هاتي لشوف ست ميادة، شوفي نورينا. رح نوركن. اولا حكيكم بالصالون انه الحي ابقى من الميت وقت كنتوا عم تتفرجوا على المباراة تبع ميسي وقت فوت الجول، وهلا هلا يا ميسي وعمل لهم مارب نفسي، اتذكرتوه ولا اذكركم اكثر؟ ثانيا حكي المذيعة بالبروجرام على الاذاعة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ان الزعل والحزن يؤدي الى شيخوخة مبكرة والى فالج رباعي وامراض الشيخوخة من سكري الخ 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 الى روماتيزم الخ الخ الخ. ما شاء الله ما شاء الله، كيف سرتيهم سرد 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 مثل وكالات الانباء، بس هذا شو دخل باللي عملتيه؟ ولا لعيونك ولك سامر، لك انت خالتي مرت ابي ولا ضرتي؟ هذا اللي عملتيه طالع كانه رايح على سهره، والمتوفي جوز جارتنا مو جوزك. لا، جوزي اللي ميت، وحبيبي وعمري وقلبي ونص الثاني كمان، بس انا من حقي اني ما اموت من الزعل. لا، بعيد شر عن قلبك، احنا ما بدنا هيك، بالعكس عيشي حياتك وانبسطي، بس الشيء اللي عملتيه كثير اوفر، على القليل تقطعنا شي فتره على موت بيي، ولا انا غلطان؟ لا ما انا غلطان. بالله انت قدرتي فتره على موت بيي وانا بين اربع حيطان يا بعدي. نعم، انا قلت هيك؟ لا ما قلت هيك. ما كان ناقص غير تقولي هيك صراحه تجني دشك العافيه. بس ميادة، هذا الحكي ما بجوز بنوبها. اسمعوا انتوا الاربعه وحطوا الكلام اللي بدي اقوله حلقه بقدامكم، انا ماني مستعده اقعد وحط الحزن بالجرن حتى اصاب بالاكتئاب والشيخوخه المبكره. انا لساتني صبيه وبدي اعمل كل شيء، انا لازم اكون مبسوطه، وما حد حيبسطني غير حالي، لانه كل واحد فيكم بعدين رح يتجوز ويروح بحال سبيله. طيب ماما طولي بالك، نحن مش ضد تعمل اللي بتحبيه، ونحن بنعرف انت بعدك صبيه. صبيه عند اولاد بالجامعه. عم تتمسخر ولا سامر؟ انا بفرجيك. ده يا ماما، بس انا ناطر اعرف شو هو الشيء اللي بيخليك تكوني مبسوطه ويبعد عنك امراض الشيخوخه وتوابعها، مشان هيك انا هلا بدي اعرف هلا مشان ابعدهم عنك. اولا بدي واحد يدير باله علي. بندير بالنا عليك. بدي واحد يغنجني. ومنغنجي شو؟
بدي حدا ياخذني مشاوير. ايه كل مرة حدا بياخذها مشوار شباب. تمام. بدي حدا ينام حدي بالليل ويحسسني بالأمان والطمأنينة. ايه من نام حدك بنحسك بالأمان شو؟ ايه ست بوزك، ست بوزك بدك مين ينام قدامك ويحسسك أنت بالأمان والطمأنينة؟ خليني أكمل جملتي. خلص سمير، أصلاً هيدا الشيء كله فينا نعمله خالته. بصراحة ما فيكم تعملوه. أنا بدي أبوكم. عم تصدق انه بابا مات؟ لا مصدقه حبيبتي مصدقه. شو فكرتيني جنيت؟ ايه لكن فهمينا والله حياتينا، شلون يعني بدك بابا؟ انت اذا بدك تستنسخ البابا عرف انه عمليه الاستنساخ بعد ما صارت اساسا ما حدا بياخذ محل بابا، حدا بمواصفات البابا. شو بك محقق كران؟ مبين شو في براسي، انا صبيه وما بيلبق لي الزعل وهيك يعني. انت اكيد صار لك شيء بدك تتجوزي. تمام انت عيني، انا بدي اتجوز. شو فيها؟ لا 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 ما عم صدق. لا انت اكيد صار لك شيء، صار لك شيء. ما عم صار لك شيء، شلون يعني بدك تتجوزي؟ يعني ما عم بفهم عليكي. لا قولي انك عم تمزحي. لا ما عم بمزح، شو بك اجيتك الرجافه؟ ما عم بمزح بنوب، عم بحكي عن جد. ايه والبابا شو بتنسي دغري؟ يعني ما فهمت. يا اجدب انا مالي نسيانته للبابا، انا بدي اتجوز لحتى انساه. الوقائع بتاكد انه انت جنيتي. لك استحي ولا؟ استحي سامر؟ أنا استحي؟ شوفي تصرفاتك واللي عم تعمليه. أحكي بتهذيب ولا سامر؟ أنا أمك مالي خالتك مرت أبوك. اللي اشتغلتي محل التهذيب، وحدة عمرها من عمرك بدها تتجوز؟ روحي جوزي بناتك بالأول. بعدين شو بده يقولوا الناس عن أمي؟ شو عن خالتك مرت أبوك؟ أنا مالي أمك. أمك بعدين فكري فينا شوي ميادة خانم، شو الأنانية هي؟ لك أنا لهلا ما لقيت حدا يحبني ويتجوزني، وأنتي رايحة تدوري على العريس، فكري فيني شوي. بعدين خالته ما فكرتي البابا بقبره شو رح يكون عم بفكر؟ هيدا عن جد أنانية. أيوه أكتر أكتر عطوني أكتر، بينتوا على حقيقتكم. يا عيب الشوم عليكم، أنتوا بتحبوا أبوكم أكتر مني، مشان هيك بدكم يعني موت على بكي مشان تردوني. بعدين الشي اللي رح تعمليه رح يعملنا فضيحة. أنا رح أعملكم فضيحة؟ أنا رح أعملكم فضيحة؟ قلبي قلبي ماما 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 دكتور زياد. دكتور زياد سامر ها؟ يا ماما نحن بنحبك، دخيلك قومي يا أمي. لو بتحبوني وبتخافوا علي ما كنتوا زعلتوني وخليتوني يقطع على قلبي. طب أنا رح دقلها عمتي نجحت لك. ولا عمتك نجحت بتشمت فيني. ماما ردي علي، الله يخليكي ردي علي ماما. ماما لا تخافي، أنا رح يقطع على قلبي ربع ساعة وراجعة، إيه خاطرك تقبريني. مشوار دكتور دخيلك حتروح من بين ايدينا. دخيلك يا دكتور، دخيلك رح يموتوني. طيب قعدوا عنا شوي، خلوها تتنفس، ما بصير هيك. ايه والله حيموتوني يا دكتور، حيموتوني. دكتور دخيلك شوف لي حرارتي، حاسستها مرتفعه كثير، عم بغلي غلي. ولا يهمك ولا يهمك، بدنا نطول بالك. دكتور إذا بدها مشفى دغري بناخذها. لا إن شاء الله ما بتعوز مستشفى، حرارتك كانت منيحة. إن شاء الله. ليش بخليك تاخذك؟ تخلف؟ مش كأن أنا معه، ليش شفتك حكي؟ الحمد لله. خليني أخذ بغطيك. مثل الفرس ما شاء الله. شكرا يا دكتور على هالمجاملة اللطيفة، بس شو مثل الفرس؟ الله وكيلك دقات قلبي عم حسهم كثير عم يتسرعوا وزايدين دقة. لا ولا يهمك ولا يهمك، جسمك مثل الحديد. عن جد دكتور؟ ايه اكيد. هيئة انه نفسيتها تعبانة شوي، لازم نخليها ترتاح. لو بتحكوني بالصالون كلمتين. حاضر دكتور. يلا يلا. يلا. بالاذن مدام. خلي ماما ترتاح شوي. يلا سميرة. شوفي يا عمو، إذا كنت عم تحضري فيلم رعب وبهذا الفيلم في وحش بيضل مخبى ورا الباب، بس تخلص الفيلم وتروحي على البيت انت وعم تفتحي باب اوضتك شو بتحسي؟ وليه بحس الوحش صار ورا الباب. بس هو فعليا ما في شيء، بس لانه فكره الوحش مسيطره على دماغك من خلال متابعتك واندماجك بالفيلم. بهيدي اللحظه اذا سمعتي اي صوت بالبيت ممكن تفكري انه هيدا الوحش هونيك، وممكن انك تهربي من البيت. واذا كنت بعيدة عن الباب ممكن حتى انك تهربي وتنطي من الشباك.
ايوه هلا فهمت عليك دكتور، يعني نحن لازم نعاملها على اساس انه هي مريضه بس هي مو مريضه.